وهم يعلمون أنه ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره، وبذلك أعلنوا خروجهم عن أمة رسول الله. بذل الحسين مهجته ليستنقذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة، فليس كثيرا إذا بذل العباد له أموالهم ودماءهم وفاء له. ليست هنالك صلاة أقيمت كصلاة الحسين ظهر عاشوراء، وليست هنالك زكاة كزكاة الحسين الذي بذل أبناءه وإخوته ونفسه لله، وليس هنالك أمر بمعروف كأمر الحسين، ولا نهي عن المنكر كنهيه، فقد أدى الحسين كل الواجبات بكمالها وتمامها، وهذا معنى أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فالصورة المثلى لتلك الواجبات هي ما أقامها الحسين. كل الأولياء بلغوا رسالات الله بألسنتهم ومواقفهم، أما الحسين فقد بلغها بلسانه وبمواقفه وبدمائه، واستجابت له النفوس الخيرة على مر التاريخ: لبيك داعي الله. نحن حينما نستجيب للحسين عليه السلام فإننا نستجيب له بكل وجودنا، نستجيب له بشعرنا وبشرنا ورأينا وهوانا وقلوبنا، لأننا نريد أن نخضع لله عز وجل. نحن في حالة التسليم لخلف النبي المرسل والصدق المنتجب. ليس عجيباً أن يكون الحسين عليه السلام سأر الله، وأن يكون الله تعالى قد ضمن الأرض ومن عليها دمه، فهو من نهض لله وقاتل لله وقتل لله، إنما العجيب أن لا يكون كذلك. كل أرض مكلفة بالاستجابة لاستنصار الحسين، وكل يوم هو يوم الاقتداء به في الحياة، ولعل ذلك من معاني الكلمة المعروفة التي لا يعرف قائلها: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، فكل يوم هو يوم الحسين.